قولي لنا التفاح الاخضر فايدته زي فايده التفاح الاحمر. الحقيقه يعني اللي حضرتك بتعمليه ده حلو قوي وصحي جدا جدا، وطالما انتوا بتتقبلوا يعني طعم اللي هو السويت اند ساور اللي هو الحلو مع الحادق ده فدي حاجه لطيفه قوي، لان التفاح بالذات غني جدا بالنوعين الالياف. يعني احنا عندنا نوعين من الالياف، هو فيه الاثنين ودايما انا اقول التفاحه دي يعني فاكره حاجه كنا بنقول زمان الدكتور يقول لك وان ابل ا داي كيب دكتور اوي، يعني هو ايه يبعد عنك الطبيب يعني كل ما تخبط على باب العياده كل ما تاكل تفاحه في اليوم اهو جميله اهو فده الحقيقه. يعني لو بصينا للتفاحيه دي فيها فيتامينات فيها فيتامينات فيها معادن فيها الياف فيها نشويات فيها ونشويات صحيه فانا دايما حتى اقول حتى للطلبه في الجامعه دور على الحاجه الغنيه حلو يعني تاكل حاجه واحده بس يبقى فيها حاجات كتير بس دايما بيسالوا على السوشيال ميديا التفاح ناكله ني ولا مستوي؟ ني افضل عشان انت لا كل ما هتسوي كل ما هتكسر فيتامينات حلو فخلينا ناخده فريش يعني دايما أفضل. الحاجه اللي مزروعه خدها فريش افضل يعني لو عملناه مثلا قبل اشتروده قبل باي فطيره التفاح حلو قوي ان هو طبعا يخش كرامبل زي اللي عمله النهارده مثلا حلو قوي ان هو يخش في حاجات طبعا فايدته فايده كبيره. هل بتقل فايدته لما يخش النار؟ شويه الفيتامينات اللي فيه بتقل طبعا لانه احنا فيتامين سي مثلا بيتاثر بالحراره حلو فتلاقي كميته قلت شويه